أنا تعينت كأول وزير الداخلية باعتقادي مش بس بلبنان ولكن حتى بالعالم العربي. هذا شيء فخر منحطه يعني برسم كل النساء والأشخاص يلي هن بيأمنوا بقدرات النساء. أعلن فوز فوزية عبدالله زينال برئاسة المجلس الفصل التشريعي الحالي. كل الشكر والتقدير على ثقتكم الكبيرة اللي منحتموني إياها اليوم. صوتكم يعني للكثير، ثقتكم تعني للكثير. تكون امرأة شيخ مدينة تونس، نفتخر بهذا ونهديه لحرايرنا، نهديه لنساء بلادي، نهديه لشبابنا. ترشيحي بقطع النظر على شخصي لبلدية ذات سيادة رمزية تاريخيا ذكورية، أن نقطع مع المقولة السابقة ونرشح امرأة.